السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بهذا الفيديو إن شاء الله راح نكمل مزرعتنا ونكمل الشغل عليها، بس طبعاً بندخل وصلت لهون صفحة المودات راح أفرجيكم إيش نزلنا مودات جديدة، راح نستهلكها وراح تلزمنا خلال اللعبة، فراح نفرجيكم إياها بس تمام؟ هلا أول شيء هون في عنا مود 2 3 4 5، هذول الخمس مودات شغلتهم إنه بيسووا يعني بيجمعوا الطباري بشكل اوتوماتيكي، لان انا نزلت الخمسه عشان شفتهم كل العالم بيحكوا هدول الخمسه، فقلت اجربهم اشوف انا واحد افضل منهم، افضل واحد من بيناتهم. بقول لكم هذا هو، بحط لكم انا في اكسل، بس حاليا ما راح احط شيء لانه لسه ما بعرف انا واحد تمام. هلا هذول واحد من هذول اثنين راح شغلهم عشان اشوف انا واحد من بيناتهم ما بيلزمني تمام، لاني هي في وحده منهم سيارات ما هي كويسه من بيناتهم، فراح احذفها عشان اعرف انا هي الوحده كويسه لان هي ما هي كويسه، او اخليها هيك عشان اعرف. في عندي هذا المود اللي هو انه الضبط المتقدم تبع الالعاب اللعبه، ما بعرف شو راح اجربه. هاي السيارة اتركها نشوفها لان عشان احذف المودات، لان هدول المودات صاروا زمان موجودين من لما كنا عم نلعب على مود البناء. طبعا في شيء شغلة كمان رح اقول لكم عليها، هذا المود اتركه. هلا هذا المود على اساس بدي احذفه بس عم بنسى احذفه ليش مش عارف. المهم في عنا هذا المود كمان تبع جمع الطبالي على ما اتوقع، خلينا نحطه. وفي هاي كمان انه التريلر اللي بتجمع الشيل التريلر، هي كمان نزلته هلا جديد. بس في شيء ثاني اتوقع خالص والله. في هذا بشان المرش، في مود تاني حذفته فشلته. رجعنا من بيتنا تمام. هلا قبل شغله تذكرت انا ليش رحت نزلت المودات. انا كنت على اساس بدي اروح اجيب شيء، في ناس ماشيه، كنت بدي اروح انزل شيء مثل المود مشان يساعدني في زراعه البطاطا والترف انتو شو اندر السكري، ف يا للاسف انه اكلنا هواء انه ما عرفنا. طب اول شيء نشوف الضبط يلي هن هذا نزلوه جديد. هلا مشان اكون صريح معكم، انا ما فهمت شيء كثير بالضبط يعني الجديد، عشان اكون صريح يعني صريح تمام. فلذلك انا راح اروح اول شيء، وين الشوب يا معلم؟ ماي شوب وينه؟ هذا هو الشوب، مو لا هذا هو الشوب جوا هون تمام. اول شيء في تريلا لقيتها بتلم هذول الشغلات من الارض، راح نجيب هي اول شيء. وين التريلات؟ هون هون. تعال نتفرج ايش في عنا شيء جديد نزل. والله شكله يا معلم هاي كلها تريلات القديمة هون، ما نزل شيء من هدول الجديد هون. لا والله هاي جديدة. اسمعوا هاي جديدة مود، ما تلزمني هي ما تلزمني هي ما تلزمني هي ما تلزمني. هاي التريلا قلت لكم عليها اللي بتجمع الاشياء، فخليني اشوف ايش تجمع. بس خلينا نرجع، تجمع السماد والكلس والبذور والايش اسمه. هاي تمام بيكفي، انا اساسا ما بدي اكثر منك، بس خلينا اغير اللون. لا هي خلي هذا ابيض، هذا خلي يكون لونه اصفر. هون نوعية الدولاب نقدر نحدده. حلو. يعني على اساس انه تحدد انه هي تريلا شو. طبعا هو بس رح نجربها حتى حاليا تجريب تمام، وبعدين بنكمل، بعدين بنكمل نشوف باقي المودات اللي حكينا لكم عليها. ايش هي التريلا هي؟ ممكن كانت الي بزمانه ولا انا غلطان؟ تعال نشوف. لا والله ما يلي يا معلم. والله يا معلم فيهم شي شغل حلو، مشتغلين الجماعة. طب المهم خلينا نرجع. طبعا جدير بالذكر انتو جوز ما بتعرفوا انه هاي الصينية ممكن تعلق على ظهرها تريلا الشين كانت، يعني مثلها مثل التراكتور. بدي اشوف شلون بتعبي هدول الطبالي. طبعا زمان عببنا نجيب تراكتور اجباري بس لا والله تمام. طب هلا شلون بدنا نلم؟ يو نيد ايش؟ يو نيد فيرست يو نيد تول. ايش هو التول؟ يس ايوه فهمت اشي. هي كل تريلا لشيء، ما تقدر تحط التريلا نفسها لكل اشي. لا هيك مشكله. هاي اول مود ما حبيته لانه هو مود مثل ما يقولوا مخصص لشيء. طيب على كل حال خلينا نبيع هاي. ما نجحت معنا او ما عجبتني او ما زبطت معي، ايش بدكم سموها. هذا المود خليني ابيعه كمان، ما بدي اياه لاني جبت مود تاني احسن منه. يعني وين هي التريلا حاليا؟ ليك قال بتلم كل اشي. طبعا احنا هون خسرنا شي شغلة موجودة كانت هون راحت. المهم بنروح نجرب المود اللي بعده.
تمام. في هون في مودات فوق هلا شفتوها، ما اذا انتبهتوا عليها. هذا المود للكب ما عاد يزبط معنا، بس ليش كان شيء مصاري فيه؟ شوفوا في هذا المود الثاني ممكن اشتري التريلا. اوه نايس حلو. هلا تقريبا نفس الشيء بينقلوا الاثنين، ها فكره يعني، بس الحجم هون 28 28 اي 10 10 28. هلا ذول بيشتنين يمشيوا 28، بس ايش الفرق بيناتهم؟ ليش شيء 130 140؟ والله ما افهم اشي. نفس حجم الميتور، نفس كل اشي. هذا المود اللي حبيت قلت لكم عليه انه بيساعدني كتير. بس هاي تيجي السيارة، ايوه بنركب عليه صندوق هاد. نايس تمام. طبعا اول شيء بنشوف شو هون عنا، يمكن هاي الماركة. تمام معلم اشتري لنا اياها، مع انه اتوقع انه اللون بده شوية تعديل، بس يعني اتس اوكي مان. اه وينها؟ لايك ها. بس اللون مو راكب يا معلم والله، وطويل زيادة والله عادي. اول شيء شايل هاي مشان نربط. حلو هي بتفتح وتسكر، نايس جميل جدا. هي والتحميل وينه معلم؟ انا بدي التحميل. ايوه يا معلم التحميل. والله مرة طويلة لو ما توقعت لهالدرجة هي السيارة طويلة هيك. عجب قولكم وين بتعلق هاي؟ من هون من فوق من تحت؟ اه علقت هون. هلا شوف اللونين ما راكبات تمام. هاي اول اشي. هلا المشكلة شلون بدي احمل؟ بس والله الطويلة كتير، بس معلم 9 طبليات ليوم الطبليات يعني على فكرة يعني. ايوه حلو هي، ما وسعت ما حملت لا من قدام ولا من ورا. حلو هي اول شغله انه هي ما تحمل طبالي عاديه. طب خلينا نشتري طبالي من هدول، وحده من هي، وخلينا ناخذ وحده من هي، وخليني اخذ ايش كمان كانت هي تشيل نسيت. مازوت وحليب، وشو بتحمل مازوت وحليب هي؟ الله ليكون قصدهم على التانك انه تقدر تشيل مازوت وحليب وسوائل وهالشغلات هاي. يعني انتو لازم كان نحط وحده منهم تانك، بس ايش استفدت زحتيت التانك؟ انا بدي بتشيل لي هدول. طيب خلينا ناخذ وحده من السماد كمان، نشتري طبليه سماد. بنشوف ايش حيصير معناه. طيب تمام حلو، احنا اشترينا تقريبا الشغلات المطلوبه. والله بنشوف شلون راح يحملها. نايس اشاره التحميل ما في، ما حمل شيء. هلا هيك ربطنا كل اشي، وهون نفس الشيء. انا شو استفدت؟ بناء على ما تقدم مود بيض تمام. خلينا ننزل شغلاتنا على الارض مشان نجرب على غير شيء، لانه السياره كتير بطيئه. اول شيء صرنا ساعتين احنا عم نتعذب فيها، فما بعرف اتركها ولا ابيعها. طب شوفوا راح اترك هذا الحكي لفيديو الجاي، انتم بتقرروا نتركها نستفيد منها شيء ثاني، او في شيء انا غلطان فيها، او ممكن انتم فلذلك راح احطها انا برا، اروح اصفها برا واتركها وبعدين بنغير لون هي اللون التك القدامي. فلذلك خلينا بس لاني كثير طويله مزعجه يعني، طويله مره يعني، مي طولها مرعب صراحه يعني. جوز هي يكون لها شغل بالاراضي، شغل ذهب ما بعرف. فلذلك خلينا نصفها انا هلا هون، نرجع لها فيما بعد ونشوف شو بدنا نعمل فيها. خلينا نروح على سيارتنا. الفتحه بتكون على اليمين ولا على اليسار؟ خليها تكون على اليسار احسن. هون الدويليب بيدك، اساسنه انا راح استخدم الدويليب كثير يعني. تعال نشوف هاي هالمره. نحن طبعا غيرناها سويناها هون اوتو، لما نجرب نشوف شو راح يصير معنا. طبعا اذا زبطت معناته هديك لازم ارجع انا ادخلها على المركز وعدل بالمركز صيانه يعني، شغلتها ايزي. حلوه هي النقطه توسع كمان، نايس. والله ما بدنا نتوسع ولا بدنا شيء، بدنا اياك تحملي بس. برضه ما حملت. طيب برضه بنبيعها، بنرد نجرب عليها شغله ثانيه. روح
هات لنا نشوف نرد نشتري هالمره، بس ما راح اوجع راسي بشغلات ثانيه هي ستاندر. طب شوفوا هلا شوف راح اشتريها ستاندر، شوف ايش راح يصير معي. انا بعرف انه بالستاندر بتحمل، بس يمكن حتى بالستاندر خربان عندهم هذول. والله لا بستاندر ولا بغير ستاندر حملت. الله معك روحي، الله معك، هذا مود فاشل فكبينا كمان. طيب بنروح على اخر تريلا موجوده معنا الليله اللي هي هي، بس هو مطلوب ITR 26 HD. هلا شوي ما بعرف، هلا بنشوف. طبعا نفس الشيء موجود معها، طريقه التحميل اوتو ولا ايزي اوتو. طب خلينا على ايزي اوتو. هلا بده شيء اسمه ITR. ايش هي ITR؟ منين نجيب لك ITR؟ لا هذا غير شيء. طبعا هذا في ميزه له، التراكتور هذا بيفرق عن هذا اللي فيه ميزه جدا 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 جميله، واللي هي انه شوفوا يجي معه تريلا. تمام، التريلا بيتحط عليها صندوق، فانت تقدر انه مثل تسوي تبديل بين الصناديق، يعني تشتري صندوقين وتصير تبدل بيناتهم. تمام، بس طبعا هذا هو مو هو المطلوب، لانه هذا مطلوب بده يركب معه SFI 900. فبندور عليه شوي تاني بنشوف وين هو موجود. المهم في هاي كمان حلوه، بتشيل بيض وتشيل حليب وتشيل صوف، بس شيل ثلاث شغلات. طيب طبعا هاي هاي الاي تي ار، ايوه عرفناها، هاي الاي تي ار. جميل جدا. شوفوا هلا شوفوا هاي الطبليه بتشيل البيض والحليب، والحليب اساسا بعبيه بالصينيه ما بهمني، والبيض ما راح اسوي مجاني ابدا. الصوف يعني ما كتير يعني صراحه. طب هلا لقينا هي، هلا بنشيلها. طب بالك هلا بنجرب عليها شوي. شوف هلا في عندنا هون كمان صندوق، هي بشان تتركب يمكن مع هي بتركب. مزبوط، هي تركب مع هي. شوفوا اي تي ار بدها تركب مع هي، فهذول بيشيلوا كل شيء. تمام، بنحط فيهم كل شيء، بس انا ما بدي انه ينحط فيها كل شيء، انا بدي تحمل اوتوماتيك. انا هذا الشيء اللي عم بدور عليه، التحميل الاوتوماتيك. تمام، شوفوا هو المود انه جميل، انه فيه شيء حلو جدا، انه تقدر شو اسمه، انه هاي التريلا انت بتحطها بتشيل شغلة، بتحط الشغلة اللي بدك اياها استخدمتها، بعدين بتنزلها بتفضيها. تمام، بس وسعه الاستخدام يعني شوف 18000 ما كتير، يعني هو 45000 يعني كمية ممتازة والله صراحة. 45000 يعني هي صينية 45000 نايس والله جميل جدا. يعني شوف تقدر كمان تستفيد منها انه تركب هذا المود، يعني انا حاليا ماني محتاج له، بس يعني ممكن احتاج له مستقبلا. هلا هو مش كاتب لي يو كان، هلا هو مكتوب شوجر والشيب وتريم واكل ال شو اسمه واكل الخنازير. بشيل هاي، هاي بتشيل السيد والبرود والسولفل والاويل والسيد وش اسمه، بتشيل الحبوب يعني تقريبا بدك تقوله. تمام، هون بتشيل مثل التانك. تمام، فهمت هذا المود. والله شوف انا اشوف صراحة انا هذا المود شايفه اضبط من هذاك المود، لانه فيه شغلات اضافية فممكن استفيدها مع هاي التريلا، اركب وافك واسوي اللي بدي اياه. طيب هلا شوفوا حاليا رح اشتري تبعية السيد اللي هي هاي، فيها 20000. طيب تمام، هاي 20000 هات وحدة. من هون بقدر احدد الشيء اللي بتشيله. ايوه جبار، يعني من حددت نوع واحد فهي ملزمة انها بتشيله. طيب خلينا والله على السيد كتير يا معلم، اذا بدي اشيل السيد كتير. طيب خلينا نجربها على السيد، مع انه هي كتير كتير على السيد يعني صراحة. طيب هي بدي اجربها، وفي شيء تاني اللي بدنا نجربه، هذا اللي هو بيشيل تقريبا 45000، يعني كمية فخمة. هذا بيشيل شيء رهيب، هذا ما بخلي شيء بالارض اساسا، ما راح اشيلها، راح يشيل كل شيء. هلا بنروح بنجربهن وبنشوفهن. هلا شوفوا، هاي المصيبة اللي ما كنا حاسبين لها. في الوقت 15، ليش هيك الوقت طاير؟ يا الله انا ماني منتبه انه الوقت 15. طيب خلينا نكمل على تجربة وننهي الفيديو، لان اساسا الفيديو صار لي ساعة عم بسجل، يعني مصيبة. نايس، طبعا ما راح تشيل شيء ثاني، لانه هي اساسا مكتوب عليها تبعية السيد هي، مو يب هي تبعية السيد، فما راح تقدر تنزل شيء ثاني. طيب شلون بدنا نفضي معلم؟ هلا لانك انت بدك تفضيه دروب. نايس، بعدين لا مو انتي. طيب بنروح على التريلا الثانية. جد عبطني هالليل،
اعوذ بالله الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. ليش انا هيك نبطت؟ طبعا هون راح يحدد لك شكل التفريغ، شلون بدك اياه، من الباب الخلفي ولا من الجنب ولا منين بدك تفضي تفضي، المهم. طب خلينا نرجع نشوف في يقدر يشيل وحده من هدول او يقدر يعمل طول لشيء. والله شكله ما يقدر يعمل شيء ابدا، ما قدر يعمل شيء ابدا. هلا شوفي في شغله مهمه، بس خلينا نطلع عليها من ورا، موجوده لما موجوده. هلا هون اتوقع تقدر تشيل تريله ثانيه، تقدر تجر تريله ثانيه. لا ما تقدر، ما تقدر. على كل حال فضيلي معلم، طبعا الجدير بالذكر حتى تقدر انه انت لما ترجعها، انت بترجع هيك تحطها مهل ما بدك، يعني ترد تعيرها مثل ما يقول، تسوي لها معايره. تمام، نفصل هاي. طب نروح على اخر تريله اللي هي هون على اليمين، مش كانت بتحمل؟ والله نسيت من هالليل اللي اجى على بطنه مش هذا شيء. نايس، تمام. طب تعال نجرب هون، في عندي انا طبليه كان بزماني عملها ما حملت كمان. فبنقدر نقول لكم انه في هون مود ابو كلب. ما راح اوجه راسي اكثر لانه حوج وصار له فيديو جدا طويل صراحه، فلذلك الفيديو الجاي ان شاء الله راح نكمل بالمزرعه. طبعا راح نروح هلا انام، وين البيت نروح ننام، وبكره الصبح بنرجع المزرعه تبعتنا ونشوف شو نظبط فيها. بس وين البيت صار؟ نسيت يا شباب البيت وين. هذا هو ليكو، هاي بالضيعة تبعتي. ها هيكو، اي سليب. تومورو تقولوا شروز، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.